يعني لا يا لكل شيء بالحياة فعل، وبالضرورة أنه يقابله رد فعل. انطلاقا من هاي الفكرة وجد مشروع أكشن الاجتماعي، واللي بيهدف لتنمية المهارات المهنية عند الشباب ليكونوا مبادرين ويد عاملة وفاعلة بمسيرة المجتمع. وبأيام شهر رمضان المبارك وتحضيرات العيد كان لهي المبادرة لمسات مميزة، وللإضاءة أكثر على هذا المشروع بيصيرنا نرحب بالاستوديو بالمتطوعين طارق أورفلي وديما طنطا. صباح الخير. صح قلت أورفهلي. أورفهلي. اوكي، صباح الخير طارق، صباح وصباح الخير، يسعد صباحكم، صباح فطر سعيد ينعاد عليكم. الله يسلمك، ينعاد عليكم يا رب. بألفين. طارق، بالبداية خلينا نتعرف أكثر على مشروع أكشن. خلي ديما تحكي عني، ببلش ديما تشرح عنه. هو مشروع تنموي تطوعي شبابي، بلش بال 2016، بيقوم على عدة برامج، أهمها برنامج التعليم الدعم المهني، برامج دعم التعليم والدعم النفسي وبرنامج الفرح، بس أساسه برنامج الدعم المهني اللي بيقوم على تعليم الأشخاص اللي مو متعلمين عاطلين عن العمل غير الأكاديميين، تعليمهم مهنة فمجانية طبعاً. نعم. كله مجاني. وبرنامج الفرح كان في له عدة فعاليات عملناها، فعالية كرنفال الميلاد، فعالية أكشن بحبك، وفعالية أنتو بركتنا، والمشاركة بحملة فطورك علينا، وآخر مشاركة كانت بآخر مبادرة كانت صناديق المحبة. نعم طارق، خلينا نحكي مع حضرتك عن أنه من وقت ما انطلقتوا لهلأ، شو هي ركيزتكم الأساسية أو شو هو هدفكم الأساسي من هيدي من الأنشطة كلها ككل؟ هلأ نحن خلال شهر رمضان حبينا يعني نقدم يعني شيء نحسن نساعد فيه الكل. يعني النشاطات اللي نحن قمنا فيها يعني وفئات المجتمع كافة، نحن من خاصة الشباب، نحن بنركز أكثر شيء على فئة الشباب الغير متعلمين أو الغير أكاديميين اللي ما عندهم شهادة. من قدم لهم نحن فرصة إنه هن يتعلموا مهنة طبعا وياخذوا عليها شهادة بشكل مجاني، يحسنوا يكملوا فيها باقي، يقضوا فيها حياتهم، يساوي فيها شيء في المجتمع. بنوجههم للمكان. ايوه تماما. بايام رمضان المبارك كان لكم مبادرات ولفتات مميزه، خلينا نتعرف عليها اكثر. هلا خلال شهر رمضان نحن عملنا عده نشاطات، وبما انه رمضان هو شهر خير فكانت المبادرات طابع خيري. اول شيء كان عندنا مبادره لملء دكان أسرة ذوي شهداء. قدمنا مساعدات بالبضائع، بضائع المحل، قدمنا له يعني ساعدنا بملء البضائع المحل. خطوة كثير مهمة هي، لحتى يعني يبلشوا مشروع ويتم تأسيس لمشروع يكفوا فيه ويعيلوا فيه أسرتهم. وشاركنا بحملة فطورك علينا. وزعنا عدد من الوجبات، وشاركنا كمان بحملة يلا على البسكليت، وزعنا معهم كمان وجبات افطار تقريبا. واخر فقره كانت لنا وزعنا، هلا نحن الوجبات الافطار اكثر شيء استهدفنا فيها سكان اقبيه كفر سوسه. نعم. اخر مراكز ومراكز الايواء تماما اللي بدي بشق. آخر فقرة لنا كانت وقت رحنا عملنا وزعنا ملابس عيد، كانت من ضمن صناديق المحبة، مبادرة صناديق المحبة جزء منها، ووزعنا كمان ألعاب كتير للأطفال يعني بكافة أنواع والأشكال مشان تناسب كل الأعمار، يعني كبار وصغار. تماماً اشتغلتوا على مشاريعكم وكانوا مستهدفين يعني بالأعمال الخيرية اللي عم تقدموها لهم. تماماً. نعم ديما، خلينا نروح ونفوت لكواليس المشروع وكل الفعاليات. خلينا نحكي كيف يمكن بيتم إطلاق أي فكرة، كيف بيتم التشبيك مع جمعيات مع فعاليات تانية، وكيف يمكن يعني بيتم تنظيمها من قبل أشخاص هن مختصين بالمشروع وتنفيذها على أرض الواقع. هلا هي بلشت بالفكره من اقتراح من اعضاء الفريق، نتفق عليها ونشوف ننسق مع جمعيات مع اشخاص انه يساعدونا بالفعاليه اللي بدنا نقدمها. اخر شيء كان صناديق المحبه، كانت اقتراح من احد اعضاء الفريق،
هي فكرة موجودة على النت، فنحن حبينا نطبقها عنا بالبلد. جبنا صناديق كبار حطيناهم جنب المقر بالروضة شارع المحاربين القدامى، وبلشت العالم تجي. حطينا عبارات. كيف كانت ردة فعل العالم؟ ايه كانت كتير حلو، يعني انه في ناس تجي توقف بسيارتها برا تحط التياب، يجي واحد تاني يمرق من الشارع يطلع بالصناديق يبلش ينقي، ويعني هكذا يعني يجوا الناس المحتاجة تاخد عن جد حاجتها اللي حلو. يعني الناس تجي يلي عندها فائض عندها تياب زيادة تجي تحطها، فكان كتير احساس حلو انه هيك التفاعل موجود. كمان كان مستوى التياب متوسط للمنيح للممتاز، مو سيء ابدا. وعم يتم مراقبة مين عم ياخد ومين عم طبعا يعني طبعا تنظيم، وانه المقاسات وانه نسواني رجالي احذية، يعني من هال كله نسقناهم. تقريبا جمعنا تقريبا شي 800 قطعة كلياتهم نسقناهم ورتبناهم حسب المقاس والعمر، ووزعناهم ليلة العيد مع الألعاب، فكان كتير حلو هالإحساس إنه تعطي شيء الناس حلو. يعني مو بس إنه أنتوا عم تقوموا بمبادرات تطوعية وخيرية، كمان عم تشجعوا العالم يشاركوكم ويكون لهم كمان إيد ولمسة خير عن طريق مشاركتكم. يعني عرفنا كيف الأجواء كانت عم تكون بتقديم الملابس، لما كمان بالعيد عم تقدموا هدايا للأطفال خبرتونا. قديش بالفعل زرع البسمة عند الطفل اللي بحاجة لها بفترة العيد، كمان كيف كان شعورهم؟ هلا نحن وزعنا 500 لعبة للأطفال بأقبية كفر سوسة. بصراحة يعني ما بتخيل قديش ردة فعلهم كانت سعيدة بالعيد، إنه حدا إجا ووزع لهم ألعاب، شاركهم فرحتهم، حسسهم إنه في جو عيد من الناس شبه منسيين، في نقول أو يعني ممكن يساعدهم بهيك شغلات فرحية، يساعدهم يعني قليل كتير يصح لهم أو يحسوا يفرحوا بالعيد مثل باقي الأشخاص. فوزعنا عليهم 500 لعبة، الأطفال كتير فرحوا وانبسطوا، وكانوا الألعاب يعني مثل ما قلت لك متناسبين مع الأعمار، مختلفين شيء لعمر صغير شيء لعمر كبير. وبنشكر كل اللي دعمونا والتجار اللي عملوا لنا حسومات، لسه في خير يعني. نعم أكيد ديما، يعني عفوا مشاريع كتيرة قمتوا فيها، ناس كتار شاركت وناس كتار تفاعلت، خلينا نحكي عن المشروع ككل. يعني قديش صرتوا كم شاب وصبية عم يشتغلوا فيه، قديش صار عددكم، قديش يمكن كل حدا صار عنده مسؤولية بأنه المشروع الجاي رح يشارك فيه ويترك بصمة أكتر، يعني صار فيه تنافس بفعل الخير. أكيد هلأ تقريبا صرنا شي 30 متطوع ومتطوعة، كل حدا بمجال مختلف مكملين بعض، كل حدا بيكمل التاني، كل حدا له مهمة خاصة. كل حدا له مهمة مكملين بعض، ومشاريعنا مستمرة، الدورات المهنية مستمرة. بعد العيد حنفتح مثل العادة دورات تجميل وحلاقة رجالي ونسائي، باريستا وصيانة وتكييف، صيانة التكييف وتبريد وسوفتوير موبايل، فكل هذا بعد العيد إن شاء الله مكملين بالدورات المهنية المجانية مع شهادة كمان، مشان يقدر الشخص الغير أكاديميين إنه يتابعوا مسيرتهم المهنية بمهنة هن بحبوها عن جد. نعم طارق، كل حدا إنه حابب يدعمكم يقدم لكم شيء يسندكم بمشاريعكم أو يقدم لكم أي، ممكن يكون شخص عنده خبرة بالمجالات اللي عم تقدموها، ممكن يكون متطوع معكم بتقديم الدروس لهالدورات اللي عم تعملوها، كيف بيقدر يتواصل معكم، كيف بيقدر يشارككم؟ هلا نحن في عنا صفحتنا على الفيسبوك اكشن بروجكت او مشروع اكشن، تمام، في يتواصل معنا فيه يحاكينا، ونحن واي حدا كمان اللي حابب كمان يكون عنده يتعلم في ينتسب يشارك معنا بانه يتطوع ليعلم غيره. طب خلينا نقول كيف فيه ينتسب، كيف فيه يكون متطوع معكم، وكيف فيه انه يساعدكم. تمام. لكل حدا يمكن شيء. هلا يتطوع معنا انه بس في يبعث لنا مسج على الفيسبوك انه انا عندي هذا هي، ما في شروط لا. أوكي. انه بس يكون عنده مهنه هو خبير فيها، لما مشان يحسن لما يعطي شيء صح. بس يتواصل معنا على الفيسبوك، بيبعث لنا مسج انا عندي هالخبره، بنتواصل نحن معه، بيجي عنا على المقر بنعمل له مقابله، بنعرف شو الترتيب، بس يعني هي شروطه، ما لاقي شروط. والاشخاص اللي حابين يتعلموا كمان بيتواصلوا معنا، بنكون نحن عملنا نزلنا شي بوست على الصفحه،
منقول مثلا انه بلشنا الدورات المهنيه، بيصيروا اصلا الناس بيصيروا بيشوفوا الصفحه وبيصيروا بيتواصلوا معنا، انا بدي شارك مثلا بالدوره المهنيه الفلانيه كذا، انه دورات الحلاقه، تكييف، تبريد، ونحن بنسجل اسمائهم وخليهم يشاركوا معنا. نعم، بعد هالدورات اللي عم تحققوها وعم تسعوا انه تقدموا كل الفائده والمعلومه لكل حدا عم ينتسب لكم، تابعتوا شي حدا من بعد ما اخذ شهاده من عندكم؟ كيف تطور؟ بشو استفاد؟ تماما. هلا في عنا ناس اللي شاركت بدورات الحلاقه، في نحن عنا مشروع، نحن مشروع اكشن المركز، هو كافيه خيريه. يعني كل ارباح الكافيه عم ترجع لتمويل مشروع اكشن. فالناس اللي في من الناس اللي شاركت بال بتمولوا حالكم بحالكم. تمام. تمويل ذاتي. فالتدريب المهني اللي صار على الحلاقه، في عنا نحن كمان تحت مثل حلاقه بالكافيه، فشاركوا معنا وبلشوا شغل وكله تمام، يعني ما انه دور هي. وفي ناس تابعنا هون شوي برا انه حسنوا يبلشوا شغل، حسنوا يامنوا حالهم شوي، شاركوا بمحلات، بمهنه، بشيء يشتغلوا فيها يكملوا فيها باقي. من فتره قريبه كان في تخريج 55 حدا مستفيد يعني من الدورات المهنيه، مشكله تجميل وحلاقه وصيانة وتكليف وتبريد، فكان في تخريج شهادات من فترة قريبة. نعم. وإن شاء الله يا رب موفقين ويلاقوا فرصة. إن شاء الله يا رب، يعني بداية طريق جديدة عم تأمنوها أنتم كشباب لأخوتكم السوريين، لشباب سوري أيضا. بدنا نوجه تحية يمكن لكل أعضاء المشروع ولكل الجهود المبذولة، وبدنا نتمنى لهم فطر سعيد يا رب، وإن شاء الله خطوة جديدة وبداية جديدة بتبدوها مع بعض لتحققوا يمكن هدف أي حدا حابب يتشارك معكم. طارق وديما، شكرا كثير لكم. شكرا لكم على الاستضافة. شكرا لكم. شكرا لكم، وأكيد